السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن مواضيع كتيرة، والمواضيع اللي هي بتتعلق بسياسة لم الشمل وبسياسة الترحيل وبسياسة اللجوء الجديدة. هدول ثلاث نقاط رح يكونوا أساسيات بالنسبة للحكومة الجديدة، والأحزاب اتفقوا عليها أغلبيتهم على هاي النقاط، وهي النقاط رح تتنفذ إن شاء الله بسنة 2022. قبل كنت عامل فيديو أنا أنه في بعض المقترحات اقترحوها بالنسبة لموضوع اللجوء، هلأ هاي المواضيع رح نحكي فيها رح تتنفذ إن شاء الله بسنة 2022، يعني اتفقوا عليها، هاي القرارات اتفقوا عليها رح تتنفذ، تمام؟ فرح نحكي على نقطة نقطة إن شاء الله بهذا الموضوع، وأشرح لكم أنا وأعطيكم لمحة سريعة عن القرارات يلي طلعت جديدة بخصوص اللجوء والترحيل ولم الشمل، تمام؟ قبل ما نبلش رجاء اشتركوا بالقناة اللي ما لم يشتركوا بالقناة، وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن المشاهدات، بالإضافة فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء فيديوهات أنا منزلها جديد بحكي فيها عن هاي المواضيع، تمام؟ يلا خلينا نبلش. رح نبلش بأول نقطة، ورجاء يا جماعة لا حدا يتحسس من أنا يلي عم بحكيه هلا، لأنه هي القرارات مو من عندي، هي قرارات من حكومة ألمانية اتفقوا عليها وهن يلي حكوا، فأنا بس عم بنقل القرارات وبنقل المواضيع يلي حكوا فيها بخصوص اللجوء واللي ذكرنا، تمام؟ فما حدا يتحسس مني أن القرارات مو من عندي مو أنا اللي مطالعها، تمام؟ فرح نبلش أول شيء هلأ بموضوع الترحيل، سياسة الحكومة الألمانية الجديدة، مو كل مين رح يجي على ألمانيا رح يكون له الحق أنه يضل بألمانيا، يعني هلا ممكن مين اجى على باله انه يطلع على المانيا، يهاجر على المانيا، يفوت على المانيا، انه يتوقع انه يحصل على طلب لجوء؟ لا، الحكومه الجديده عم تقول لك انه راح يتم انشاء وحدات خاصه لتنفيذ اجراءات الترحيل، وخاصه لاصحاب الجرائم والمشاكل والناس اللي عم تعمل مشاكل للدوله الالمانيه وعم تعمل كتير امور عم تضر الحكومة الألمانية والشعب الألماني، تمام؟ فرح يتم إنشاء وحدات خاصة لهذا الموضوع، إنه الشخص وقت اللي يكون في عليه ترحيل فوراً بده يترحل، ما في يعني رحمة، تمام؟ فوراً رح يترحل، فهذا الموضوع رح يكونوا حاسمين فيه وجازمين فيه، يعني ما في نقاش، تمام؟ ومثل ما قلت لكم رح يعطوا هاي الموضوع لأصحاب الجرائم والمشاكل واللي لهم سوابق بألمانيا واللي عم يعملوا مشاكل في ألمانيا. هاي شغلة. شغلة تانية رح يتم التركيز على الترحيل الطوعي، الخروج الطوعي. كيف يعني الترحيل الطوعي؟ هلأ هون بالعادة بألمانيا وقت الشخص بيجي ترحيل بيبعتوله بوست، بيقولوله بالبوست بالبريد اللي بعتوله يا بيقولوله انه معك 48 يوم، وفي منهم بيعطوهم 14 يوم، تمام؟ انه يغادر ألمانيا طوعيا. وين بده يغادر؟ يستفيد هو يطلع على بلد أوروبية تانية، بيطلع بيرجع على بلده، ما بهم، مهم انه يغادر ألمانيا خلال 48 يوم او 14 يوم، تمام؟ فهاي هذا الموضوع الحكومة عم تقلك انه نحن رح نضل مركزين عليه، انه الشخص بنعطيه مهلة نحن 48 يوم او 14 يوم انه يطلع، اذا ما طلع خلال هاي الفترة رح ينجاب ويترحل بالطريقة اللي قلت لكم عليها، اللي هي حين الوحدات الخاصة اللي هيعملوها لأمور الترحيل. بس هني رح يكونوا أول شيء مسالمين إنه هاي قرار ترحيل، تحمل حالك وبتطلع خلال 48 يوم أو 14 يوم، فرح يكونوا كمان في عندهم إنسانية بهذا الموضوع. في قرار جديد كمان بالنسبة للناس اللي عم يجوا من البلاد اللي ما فيها مشاكل، اللي ما فيها حروب، بلاد آمنة، مثل مثلا عم يقصدوا بهذا القرار هني انه الدول الأوروبية، لانه في دول هون بأوروبا مثل إيطاليا، إسبانيا، برتغال،
هي دول فقيرة، فعم يجوا الناس ويعملوا هون طلبات لجوء، تمام؟ وفي دول عربية كمان تانية ما فيها حروب، ما فيها مشاكل، في دول آسيوية ما فيها حروب، ما فيها مشاكل. هذول الجماعة رح يكون طلباتهم لها أفضلية. كيف يعني لها أفضلية؟ يعني حيجي واحد مثلا، ما رح أذكر البلد، من أي بلد ما فيها حرب، ما فيها مشاكل، ما في عليه قصص، ما في عليه شيء، رح يجي يقدم طلب اللجوء تبعه بالمركز اللجوء، رح يشوفه هو جنسيته، رح يتم ويعطوا الأفضلية لهذا الطلب أنه يندرس بسرعة. يعني بدهم يدرسوا طلبه بسرعة وياخذوا قرار، يا بيرحلوا يا بيخلوا، تمام؟ يعني هذا الموضوع رح يركزوا عليه. قالوا نحن حنركز على هذا الموضوع، الناس اللي حتيجي لعنا على ألمانيا ما لها حق أنه تتقدم لجوء بألمانيا، ما في عليها مشاكل، ما في عليها أي أمور، وبلدهم ما فيها شيء، رح يكون في أفضلية لهي الطلبات أنه تتعالج ويتم القرار فيها فوري وسريع، تمام؟ طيب، في عنا كمان قرار جديد يلي هو بيقول أنه تمويل الدولة للناس، تمام؟ كيف يعني تمويل الدولة للناس؟ هلأ هون وقت كانوا يعطوا قرارات ترحيل لعائلات أو لأشخاص، الدولة كانت تقترح عليهم يعني أموال، بتقول لهم أنه هي مبالغ مادية بتطلعوا من عنا من البلد، تروحوا على بلدكم، وبنفس الوقت بيشجعوهم أنه كانوا يعطوهم مثلا راتب لمدة سنة ببلدهم وهن قاعدين، يعني بيقولوا لهم رجعوا على بلدكم، عدوا ببلدكم، ونحن بنعطيكم راتب سنوي وانتوا قاعدين ببلدكم. يعني رح يكون في دعم لهذا الموضوع وتمويل الدولة بالنسبة لهذا الموضوع، انه الناس اللي عليهم ترحيل خلص لازم يترحلوا، رح يشجعوهم انه ياخذوا مصاري، وبنفس الوقت يشجعوهم انه بس يصيروا بلدهم رح يبعثوا لهم رواتب شهرية لمدة سنة مثلا او فترة معينة، تمام؟ فهذا موضوع رح يركزوا عليه كمان، رح يتخذوه القرار، تمام. في عنا نقطة تانية كمان، رح يتم إنشاء مراكز مساعدة خاصة بهذا الموضوع. كيف يعني؟ يعني الناس اللي عليهم ترحيل رح يعملوا مراكز مساعدة خصوصي للناس اللي عليها ترحيل، إنهم يروحوا على مراكز الترحيل هاي وياخذوا استشارات، وبنفس الوقت المراكز هاي تشجعهم إنه يرجعوا على بلدهم، لأنه في قوانين رح يقولوا لهم إياها إنه ما رح تحسن تعدوا، ما رح تحسن تطعنوا بالقرار أو هيك قصص يعني وما شابه، تمام؟ لأنه في قرار جديد كمان إنه ما عاد يحسن الواحد يعمل طعن، هلا رح أحكيه بالوقت اللي جاي إن شاء الله. فرح يتم إنشاء مراكز للناس خصوصي يعطوها النصائح بهذا الموضوع تبع الترحيل. آخر نقطة بهذا الموضوع، هلا مثلا في ناس بيكون في عليهم ترحيل، تمام؟ عائلات مثلا بيكون في عليهم ترحيل، هالعائلات بيكون معهم أطفال، فقرار جديد عم يقولوا انه وتكون في عائلة عليها ترحيل بياخدوها للعائلة وبيحطوها بالمكان التجمع تبع الناس اللي عليهم ترحيل، واحيانا في اماكن بيكون فيها مثل اسياج او بيكون فيها يعني مثل سجن تقريبا. فهذا الموضوع انه عم يقولوا لك انه رح اذا كان في عائلة معها اطفال رح ناخد الاطفال ونحطهم بمكان في حرية اكثر، وما يكون في بوادر سجن او اسلاك او شيء مشان نفسية الطفل ما تتعب او تنزعج من هذا الموضوع. فراح يحطوا الاطفال بمراكز خاصة لهم، والاهالي راح يحطوهم بالمراكز تبع الترحيل اللي هي بيكون فيها احيانا اسياج او بيكون فيها قضبان هواي قصص، تمام؟ فهذا الموضوع راح يكونوا حذرين فيه بالنسبة لموضوع الاطفال. بس طبعا في شغلة انه راح يفصلوهم فصل، مو انه راح ياخدوهم انه نهائي اخذ نهائي، لا، بس فصل، وطبعا بيشوفوهم بيكونوا قراب على بعض، بيشوفوا بعضهم الاطفال مع اهليهم وكذا، بس انه سكنهم حيكون مو بالكامب اللي عليه اسياج وهيك قصص وهيك شغلات، تمام. هلا راح نبلش بموضوع طلبات اللجوء، يعني كل مين راح يجي على المانيا ويقدم طلب لجوء بالمانيا. في نقاط راح نحكي عليها، وهي النقاط راح اشرح لكم عليها واحدة واحدة ان شاء الله. هلا اول نقطة بالنسبة للناس اللي هتيجي على المانيا، الناس اللي حيكون في عندها اسباب خاصة جدا، تمام، وانه يا يعني لازم الحكومة الالمانية تساعدهم وتعطيهم حماية او اقامات، راح يتم معالجة طلباتهم بتأني وبنفس الوقت بتعاون مع هدول الاشخاص. هلا مين هدول الاشخاص؟
ما نذكر من هن دول الأشخاص، بس أنا باعتقادي الأشخاص هدول رح يكونوا يلي عندهم مثلا مهددين ببلاد هون، الناس مثلا اللي عندهم بظن أنه عندهم إعاقة أو عندهم حالة خاصة أو في شيء يعني بحاجة أنه يعني مهددين من حدا أو مضطهدين أو أي شيء، يعني بظن هيك يعني تمام. هدول رح يكون طلباتهم في إلها أولوية ورح يكون فيها عناية أكتر بالنسبة لموضوع طلبات اللجوء. عنا كمان نقطة تانية، رح يتم إنشاء مراكز بكل ألمانيا. هاي المراكز رح تكون يعني اللي حيجي على ألمانيا وبدي يقدم لجوء بألمانيا بيروح على هالمكتب هاد بيعطوه نصائح، تمام؟ يعني هدول المكتب بيعطوه نصائح إنه كيف يقدم طلب لجوءه، شو الأوراق اللي لازم تكون معه، شو الأفضل إله، شو اللي ممنيح إله، فرح يعطوه نصائح كيف إنه يحسن يقدم طلب اللجوء بألمانيا. وبنفس الوقت هن يحضروا له أوراقه، شو معه أوراق، شو معه إثباتات، شو بيكون لازم مطلوب منه بالمقابلة، رح يساعدوه بهذا الموضوع كلياته ويجهزوا له الأمور هي كلياتها. ليش بدهم يعملوا هالمراكز؟ أول شغلة مشان الناس تعرف قديش ممكن يقعد طلبها، بيعطوهم لأنه فكرة إنه الطلب بس يتقدم بيقعد من كذا لكذا، وبنفس الوقت مشان يكون في تسريع بدراسة الطلب. يعني الناس وقت حتروح عند المكتب هاد طبعا نصائح تقدم الطلب وتعطي الطلب وياخذ الوراق وعلى 24 يكون كله جاهز، بيتقدم الملف بالمحكمة فورا بياخذوا قرار لأنه بيكون في شيء مكتوب ومدروس ومعلومات موجودة بالملف هذا. بالإضافة في قرار جديد، الحكومة الألمانية كلهم اتفقوا أنه على تسريع القرارات والإجراءات بالبت بطلبات اللجوء. يعني كل مين رح يجي يقدم لجوء بألمانيا هلأ الطلب كان ينحط هون بألمانيا يتقدم ما يعرف على حاله الواحد امتى يجي يرد، 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنة ونص، في ناس قعدت سنتين لحتى اجاها رد، وفي ناس قعدت 6 شهور، في ناس قعدت شهر، فكان الواحد يجي ما يعرف، تمام؟ هلأ عم يقولوا لك انه نحن الطلبات تبع اللجوء وقت اللي حتتقدم لازم تندرس بأسرع وقت ممكن ويتاخد قرار فيها بأسرع وقت ممكن. طبعا هن ما رح يتخذوا قرارات انه يلا هيك على الماشي، لا، رح يكون في ناس خبيرة بهالموضوع ورح يكون في أدلة ياخذوها من الأشخاص وبناء عليها يتخذوا القرار بهذا الموضوع. فهذا الموضوع كتير مهم صراحة، وكتير تعب ناس هون، كتير تعبنا، يعني انه نقدم الطلب ما نعرف امتى بدنا ناخذ قرار بهذا الموضوع. فهذا الموضوع اتفقوا عليه انه يتم تسريع الطلبات اللجوء. كمان في عنا نقطة جديدة اتفقوا عليها الحكومة، اللي هي انه رح يتم مساعدة المحاكم وتخفيف العبء عليها. المحاكم صار عليها اخر فترة عبء كتير بسبب شو؟ الناس بتيجي لهون على ألمانيا بتقدم طلب لجوء، تمام؟ بيجي هذا الطلب بينرفض، القاضي بجوز ما بيقتنع بالقضية أو ما بيقتنع بالشخص أو بيكون مزاجه مو رايق أو ما بعرف شو الأسباب اللي بتكون عنده، فكان يرفض الطلب. فوقت كان يرفض الطلب شو كان يساوي؟ كان يقول إنه بإمكانك، القانون هيك بيقول، يعني كان بيقول إنه بإمكانك خلال 14 يوم تطعن بالقرار وتقدم طعن بالمحكمة على هذا القرار، تمام؟ فهلأ الحكومة الألمانية رح تلغي هذا الشيء. كيف يعني رح تلغي هذا الشيء؟ بدهم يخففوا الضغط على المحاكم. المحاكم صار في عليها كتير ضغط بهذا الموضوع، انه كل ما الواحد اجى رفض عم يروح يقدم طعن، القرار عم يفوت بالمحكمة بيندرس بشهرين، بثلاثة، بستة، بسنة، ما حدا بيعرف، تمام؟ ليش؟ لانه في عليهم ضغط كتير. فالحكومة الألمانية عم تقول لك نحن هذا الموضوع بدنا نلغيه، موضوع الطعن بدنا نلغيه. يعني هن وقت اللي يجيهم طلب اللجوء يتقدم رح يندرس من ناس خبيرة وعنده خبرة بهذا الموضوع ورح يتاخد قرار نهائي. يعني الناس هدول الخبراء وقت اللي حيادوا قرار رح يكون قرار نهائي، يعني ما رح يكون فيه ظلم، رح يندرس لأنه بعناية وبدقة أنه هذا الطلب والإنسان هذا أو العائلة هي تستحق مثلا تاخد إقامة ولا ما بتستحق أنه تاخد إقامة. فرح يخففوا هذا الموضوع على المحاكم ورح يلغوا موضوع انه يصير في طعن بالقرار، تمام؟
تمام. في عنا قرار كمان جديد اتخذوه اللي هو ما عاد في مراكز استقبال للاجئين. يعني بالعادة كان اللاجئ يجي لهون في مراكز استقبال خصوصي عملوها للاجئين، مثل مثلا ملاعب، مثل أماكن كانت فاضية عندهم عملوا فيها مراكز للناس، انه اول ما تجي هاللاجئين على ألمانيا مشان يستوعبوا ويحطوا الناس تبين ما يبتوا بقراراتهم ويقدموا طلبات اللجوء، كان يجيبوهم ويستقبلوهم ويحطوهم بأماكن استقبال للجوء. هاي المراكز رح تلغيها الحكومة الألمانية، بدهم يلغوها، ما عاد يكون في مراكز استقبال. ما بعرف شو البدائل بصراحة، يعني شو البدائل لهذا الموضوع ما بعرف، بس رح تلتغى هاي المراكز، ما عاد في مراكز استقبال، رح يكون في سياسة تانية لهذا الموضوع تبع استقبال اللاجئين. وحنعرف هذا الموضوع إن شاء الله بسنة 2022 إذا الله أحيانا، لأنه القرارات هلأ كلها اتخذوها بس لسه ما شفنا شو التنفيذ وكيف حيكون. تمام. في عنا كمان شغلة، كمان قرار جديد طلعوه. بالعادة طلبات اللجوء المسؤول عنها كان مكتب البنف، تمام؟ هذا مكتب البنف هو كان مسؤول عن طلبات اللجوء، كان يروح الطلب اللجوء على مكتب البنف، يقعد طلب اللجوء يندرس، يهدوا راسهم عليه، يدرسوه، يمطمط سنة سنتين ما بنعرف قديش، ويقعد هذا الطلب بمكتب البنف. وبنفس الوقت صار عليهم ضغط كمان هذول الجماعة، فهلأ عم يقولوا لك انه رح يعملوا مراكز جديدة تساعد مكتب البنف بهذا الموضوع. كيف يعني؟ هلا مكتب البنف صار في عليه كتير ضغط، طلبات لجوء مليون ولا مليونين، عليه كتير ضغط، فهلا رح يساووا مراكز جديدة تساعد مكتب البنف بدراسة الطلبات تبع اللجوء. ليش؟ مشان مثل ما حكينا بدهم يسرعوا طلبات اللجوء ويسرعوا البت بطلبات اللجوء، فهذا الموضوع رح يعملوا مراكز جديدة تساعد البنف بهذا الموضوع. منروح لموضوع لم الشمل. هلأ لم الشمل بصراحة كان في ظلم. ليش كان في ظلم؟ كان الناس يلي معها إقامة حماية سنة بعد ما سمحوا انه يعمل لم شمل كان مظلوم بهذا الموضوع، والناس يلي أخذ إقامة 3 سنين كان موضوعهم سلس أكتر من الناس اللي معهم حماية. فهلا اخذوا قرار جديد انه رح يتم المساواه بهذا الموضوع. كيف يعني رح يتم المساواه بهذا الموضوع؟ هلا المقصود من هذا الموضوع لوضح لكم فكره بس هيك على السريع، جماعه اللي كانوا اخذين الحمايه اللي هي سنه، هدول الجماعه وقت اللي اخذوا حمايه سنه في لهم عائلات، في لهم ناس عم تستناهم كمان، فبدهم يعملوا لهم لم شمل. تمام. هذول الجماعة وقت كانوا يعملوا لم شمل يقدموا طلبات لم الشمل ما كان في إلهم أولوية. ليش؟ كان يتم إعطاء كل شهر 1000 فيزا لهذول الناس اللي هن تبعات الحماية، أصحاب الإقامة تبع الحماية. تمام؟ فكان الشخص وقت يقدم طلب اللجوء كان يضطر إنه يقعد يستنى يعني سنة أو سنة ونص، تمام؟ 9 شهور، سنة ونص، حسب كل واحد هو نصيبه سبحان الله. تمام. فكان الموضوع هذول الجماعة يعني كان في عندهم كتير مشاكل بهذا الموضوع، انه انتظار، فالناس كانت تقعد تستنى سنة ولا سنة ونص، وفي ناس استنت اكتر من سنة ونص، وفي ناس استنت سنة ونص وما جاها لم شمل، فهذا الموضوع كانوا مظلومين فيه. اما بالنسبة لجماعة اللي عندهم اقامة، اخذوا اقامة 3 سنوات، تمام، هذول الجماعة كانوا يقدموا طلبات لم الشمل خلال بالكتير 6 شهور تكون المرة موجودة عنده بالكتير، تمام، والعيلة كله يلم الشمل خلال 6 شهور. فهذا الموضوع حسوا انه في ظلم، هن رح يعملوا هلأ مساواة بهذا الموضوع، انه اصحاب اللي عندهم اقامة حماية سنة او سنتين، او الناس اللي عندهم اقامة 3 سنوات او واللي هي رح يكون في مساواة بيناتهم، انه رح يكون الطلبات تندرس نفس الشيء، يعني ما عاد في تفرقة بين هدول وبين هدول، خلص اللي عنده حماية سنة او اللي عنده 3 سنين لازم يتعالج طلبه بسرعة وينبت بموضوع لم الشمل بسرعة. فهذا الموضوع جديد رح يعالجوه ان شاء الله.
هذا القرار بصراحة حلو. هلأ اللي حقلكم يا هذا القرار لم الشمل للزوج أو الزوجة. كان مثلا الزوج موجود بألمانيا بده يعمل لم شمل لزوجته بسوريا بلبنان أو بالأردن وين ما كانت، تمام؟ كان ينطلب منهم شهادة الآينس اللي هي أقل مستوى باللغة. كان ينطلب منهم أنه لازم يعملوا شهادة الآينس وبدهم يقدموا طلب لم الشمل للمنظمة. إذا ما كان شهادة الآينس ما كان ينقبل الطلب، تمام؟ يعني خلاص ما في شهادة آينس ما بينقبل الطلب، لازم يكون معك شهادة آينس. هلا لا، بدهم يغيروا الموضوع. هلا شهادة الآينس رح يلغوها، ما رح يطلبوها من الشخص المدعو اللي بده يندعى من سوريا او من الاردن او من لبنان، ما رح يطلبوا منه الشهاده. بس هي الشهاده لازم يقدمها امتى؟ بعد ما يوصل على المانيا. يعني بيروح على المنظمه بيقدم طلب اللجوء بالمنظمه، بيقدم الاوراق، الاثباتات، بيانات الولاده، عقد الزواج والامور واللي يعني هالامور كلياتها هي، بيروح بيقدمها، بينقبل الطلب وخلصت بدون شهاده الاينز. بس انه لازم وقت يوصل على المانيا بعد وصوله بفتره لازم فورا يعمل دوره ياخذ شهاده الاينس ويقدمها للاوستاندر بيوردر، تمام؟ فهذا الموضوع راح يساعد كثير ناس بصراحه، لانه في ناس كثير عم تعاني من موضوع شهاده الاينس، فهذا الموضوع راح يلغوه ان شاء الله. اخر قرار عنا لهذا الموضوع ان شاء الله، واللي هو انه بالعاده الشخص كان يجي على المانيا يقدم طلب اللجوء ياخذ اقامه 3 سنوات او سنه او سنتين، تمام؟ او بالاحرى ما كان في سنتين، كان في 3 سنوات او سنه، واللي كان معه سنه يجددوا له سنتين، تمام؟ فهلا الموضوع راح يختلف، انه كانوا يعطوا هن سنه او 3 سنين او سنتين، تمام؟ هلا راح يختلف. ليش؟ لانه مثل ما حكينا الطلبات رح تندرس بعناية بمكتب البامف وبنفس الوقت بمراكز اللجوء، والمراكز اللي حيفتحوها لتساعد البامف. ليش انه كانوا يعطوا مثلا 3 سنين او سنة؟ كانوا يعطوا انه 3 سنين او سنة مشان بعد 3 سنين مثلا يروح الشخص بده يجدد، يرجعوا بقى مكتب البامف شو يساوي؟ يرجع يدرس طلبه من اول وجديد ويشوف انه يعطيه 3 سنين او يعطيه 5 سنين، او يعني شو بده يتخذ قرار. فكان هذا الموضوع يعمل ضغط على مكتب البنف، تمام؟ ليش؟ انه كان كل 3 سنين لازم يرجع يراجع الطلبات نفسها، يرجع يرد يراجع الطلبات نفسها. فهذا الموضوع كان عم يعمل ضغط كتير على البنف والمراكز تبع طلبات اللجوء. فهلا الحكومة قالت لك انه نحن هذا الشيء ما عاد نعمله، نحن هلا لانه الطلبات رح ندرسها بعناية ونشوف هذا الشخص انه حياخد اقامة 3 سنين، بعدين بقى تلقائيا وقت بيروح ياخد 5 سنين او المفتوحة، تمام؟ فهذا الموضوع رح يلغوه، انه ما رح يرجع يرد يتقدم طلبه للبامف والبامف يرجع يدرس طلبه بعد 3 سنين، لانه هذا عم يصير ضغط يعني على المكتب، وفي ناس عم تجي جديدة، فعم يصير ضغط انه بيرجع الواحد بيرد يراجع ملف هو كان عنده من 3 سنين او كان عنده من سنة. فهذا الموضوع رح يلغوه، ما عاد في هذا الموضوع، بيعطوا إقامات 3 سنين أو ويمكن ما بعرف، يمكن على ما أعتقد يمكن يلغوا موضوع السنة، لأن القرار رح يتخذ يعني بعناية، فإنه حيشوفوا إنه الشخص بيحق له ياخد 3 سنين ولا ما بيحق له، بيحق له يقدم لجوء ولا ما بيحق له يقدم لجوء. لأنه مثل ما حكينا إذا قدم طلب اللجوء مثل ما قلتكم رح يندرس ويشوفوا إنه بيحق له ياخد طلب لجوء ولا لازم يترحل. فهذا الموضوع بظن انه راح ينتهي، يمكن ما عاد في سنه على ما اعتقد، مو اكيد على ما اعتقد، هذا اعتقاد من عندي بس، تمام حبايبي؟ سامحوني اذا طولت عليكم بالفيديو، بس شفتوا معلومات انا مختصره كتير، ما فيني اختصرها ب 10 دقائق ولا 15 دقيقه. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بهذا الموضوع ان شاء الله، وعن موضوع ألمانيا وفي كتير مواضيع تانية أنا بحكي فيها. قناتي اسمها منوعات تعليمية، فيها كتير شغلات غير موضوع اللجوء والقصص هي كلها، تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.